نشد محامي عائلة الشاب محمود البنا المعروف إعلاميا بضحية الشهامة الرئيس السيسي بتعديل قانون الطفل لصالح ما وصفوا بتحقيق الردع في المجتمع. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات تطالب بإعدام الجاني رغم أنه ما زال دون 18 ببضعة أشهر. وفي المقابل انطلقت حملات مضادة. وبالتزامن مع هذا الجدل أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرا بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة عقوبة الإعدام، حيث كشف التقرير أن ذروة التصاعد منذ عام 2011 هو في عام 2018، حيث تجاوز عدد الأحكام الصادرة 700 حكم وتم تنفيذ 43 حكما. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية محمد عادل سليمان المحامي والباحث الحقوقي. أهلا بك معايا محمد، ونبدأ من قضية راجح ومحمود البنا. محمود البنا الله يرحمه، كل تعزينا طبعا لأهل الضحية. في البداية خلينا نتكلم من ناحية قانونية. المتهم الرئيسي الشاب راجح هيتم 18 سنة يوم 11 نوفمبر، يعني خلال أقل من شهر هيتم 18 سنة. قدام القانون هل هو ما زال طفل؟ يعني في حالة ثبوت الجرم عليه وان هو ينال اقصى عقوبة، هتكون ايه اقصى عقوبة؟ خلينا في الاول يا سلمى نتكلم عن التكييف القانوني للجرائم، وامتى بيتم نسب هذه الجريمة لهذا الشاب. الجريمة نسبت في وقت وقوعها، وبناء عليه وقت وقوع الجريمة هو ما كانش سنه جاب 18 سنة، فهو محمي طبقا للقوانين ولا يجوز تطبيق القانون الجنائي عليه، ويعامل معاملة الأطفال أمام القانون فيما يتعلق بالجنايات والجناح المرتكبة منه. ودي ضمانة للمجتمع السوي، يعني بغض النظر عن الجريمة اللي ارتكبها سواء كانت قتل أو سرقة أو أي كان الجريمة اللي ارتكبها، الضمانة أنه الأطفال لا تحاكم مثل الكبار، وأنه الأطفال يعني لازم نبقى عارفين إحنا يعني عندنا مثل شعبي بيقول عيل وغلط، فغلط العيل لا يعاقب مثل غلط الكبير، وفي الأعراف بيتأدب الكبار ما بيتأدبش الصغار، لأن الصغار مهمة الكبار ومهمة الدولة هي تقويم السلوك من أجل المستقبل. يعني في عيل ارتكب غلط فلازم أقومه، ولازم يكون في رأفة، يعني في رأفة ليها علاقة بمستقبله وبغيره من أمور. فدي تشريع قبل ما يكون تشريع وقبل ما يكون قانون هو عرف بين الناس، فكرة أنه الأطفال بيلتمس لها العذر. ويمكن في المجالس العرفية زمان كان لما الطفل يغلط اللي بتحاسب أبوه، عشان أنت ما عرفتش تربيه فإحنا هنحاسبك أنت، ودي ضمانة للطفل وعقوبة للأب علشان يحسن رباية أولاده. فده عرف قبل ما يكون قانون وقبل ما يكون مواثيق دولية متعارف عليها الآن بعدم جواز توقيع عقوبة الإعدام على القُصّر، وكمان عدم تطبيق القانون الجنائي بأحكامه الكاملة على القُصّر وتطبيق قانون الطفل على هذه الجرائم. فدي قاعدة لازم نكون كلنا بنبص لها بمنطق العدالة وبمنطق الغاية من القوانين. ما هي الغاية من تطبيق القانون؟ هو إقامة مجتمع سوي تتحقق فيه العدالة عن طريق تقويم سلوك المواطنين أو الناس اللي ما بينهم هذا العقد الاجتماعي. القانون ما بيتعملش علشان يطبق عقوبات، العقوبة هي ردع، فبتحقق ردعين، ردع عام للمجتمع وردع خاص للمجرم. أنا سرقت فهيتوقع لي عقوبة عشان أنا سرقت فبقية الناس تخاف. طب أنا طفل هل ينفع يتوقع على نفس العقوبة ولا لأ؟ ده الأساس قبل ما نبص لهذه الحالة. الناس تتكلم عن القصاص وعن القتلة يقتل،
بالظبط، يعني شايف ازاي المطالبات الكتيرة اللي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من اصدقاء محمود الله يرحمه او من اهله او حتى المحامي بتاعه، شفت ليه لقاء برضه بيطلب ان قانون الطفل ده يتعدل، وان هو او ان الرئيس السيسي يعطيهم استثناء ان راجح ده تحديدا يتم اعدامه بعد اللي هو عمله. شايف كل النقاش ده وكل في الجدل البداية خالص خالص، يعني في البداية خالص، تعازينا طبعا لأسرة محمود والأصدقاء والزوي ولجيرانهم، وخلينا نخاطبهم كلهم بلسان المجتمع. هو احنا عايزين ايه من المجتمع؟ عايزين الانتقام يعني الانتقام من القاتل، ولا تصحيح مسار المجتمع وتصحيح سلوك هذا الشخص الأذنب اللي هو ما افتكرش؟ يعني انا ما كنتش موجود طبعا وما اقدرش احكم على هذه الحاله، لكن ما افتكرش ان هو كان عايز يقتل مع سبق الاصرار والترصد، واستناه تحت البيت وعمل له خطه وعمل هذه الامور ده. يعني طبعا القضيه كلها قدام النيابه العامه، لكن فكره هو احنا عايزين ايه من القانون؟ احنا عايزين ايه من القضاء؟ احنا عايزين ايه من تطبيق القواعد القانونيه؟ احنا عايزين ايه من مفهوم القصاص؟ وهل هو القصاص غايته الانتقام أم تحقيق العدالة؟ غاية القصاص الأصلية والهدف الأصلي من القصاص الانتقام أم تحقيق العدالة؟ ده السؤال الجوهري اللي احنا لازم نطرحه على نفسنا. الانتقام هو عادة، يعني غريزة بشرية، فاحنا نجري كلنا ننتقم من بعض وبقى، ونرجع ناخد بالطار، واللي اتقتل يقتل، والواحد قدامه اتنين وكلام من هذا القبيل، ولا احنا في دولة مدنية يحكمها القانون والدستور تبغي تطبيق العدالة لحماية نسيج المجتمع؟ فنسيج المجتمع ان احنا عندنا خسارة فادحة حصلت بقتل شاب، فأحزنت أصدقائه وأحزنت أبوه وأمه وأحزنت الجيران وأحزنت المجتمع، فاحنا عايزين نعوض ده ازاي؟ ان احنا نقتل شاب تاني. ما افتكرش أبدا ان هو ده اللي المفروض يكون بيحصل، لانه ده هو الانتقام مش تطبيق العدالة. تطبيق العدالة هو إعمال روح القانون في هذه الحالات، لكن إحنا النص نفسه، يعني أنا متفاجئ من المحامي اللي راح بيقدم طلب لرئيس الجمهورية اعمل لنا استثناء. ده يعني خطاب لمشاعر الناس بشكل فج، يعني هذا لا يمكن أن يحدث. مفيش قانون بيتعدل ثم يتطبق بأثر رجعي. يعني لو افترضنا أن رئيس الجمهورية استجاب وعدل القانون، مش هيتطبق في هذه الحالة، هيتطبق على المستقبل. ففكرة ان المحامي رجل القانون اللي عارف القانون بيقول ايه يكون بيتلاعب بمشاعر الناس وبأهل الضحية وبأهل الجاني بهذا الشكل، يعني بالبلدي كده بيركب الترند وبيزايد على الناس وبيزايد على سباب السوشيال ميديا وبيزايد على اصدقاء الضحية، بيزايد على كل الناس بكلام هو يعلم علم اليقين انه هو مخالف لصحيح القانون والدستور ولا يمكن تطبيقه. ما طب فيش حاجة محمد، اسمها خلينا رئيس الجمهورية يديني استثناء هنا عشان اعدم الشاب ده. خلينا ننتقل لتقرير المبادرة المصرية. التقرير قال ان بين ان بي ان عام 2018 فقط صدر 717 حكم بالاعدام، اتنفذ منهم 43، اتنفذ 43 حكم في الاعدام في 2018. هل في سبب لتصاعد ارقام الحكم بالاعدام بهذا الشكل؟ وهل القضايا دي سياسية وجنائية، ولا التصاعد دون في قضايا محددة بعينها؟ والله يا سلمى، يعني احنا بنواجه وضع صعب جدا فيما يتعلق بإنفاذ الدولة لأحكام اللي بتصدر من المحاكم بعقوبة الإعدام، وقبل منها بنواجه مشكلة كبيرة جدا في استخفاف الدوائر القضائية في إصدار أحكام الإعدام. عندنا جلسة شهيرة للقاضي، مش هقول اسمه يعني علشان مش يعني عشان بس هو لا يجب، يعني لا افضل ان انا اشهره يعني او نعطيه قدر من الشهره، لكن اصدر حكم بالاعدام في اول جلسه كده، الناس فين كذا، طب في 700 واحد اعدام وخلاص. يعني هذا الاستخفاف وهذا الاستخدام، يعني الاستخدام السياسي للقضاء ثم الاستخدام السياسي لعقوبه الاعدام بهذا الشكل، امر بيفرغ العداله من مضمونها وبيضعف ثقه المواطن العادي في منظومه العداله، وبيخلي الناس تبقى بتدور على العدالة بره المحاكم وبره القانون وبره منصة القضاء. واللي بيحصل واللي كل الحقوقيين بيطالبوا بيه من وقف عقوبة الإعدام الآن، يعني مش بنقول احنا عايزين نلغي عقوبة الإعدام، ولكن الآن وحالا
برجاء لكل ذوي العقل في هذه الدولة وذوي الحكمة في هذه الدولة إن وجدوا أنهم يوقفوا تطبيق عقوبة الإعدام، لأنها بتصدر في أحكام سياسية بالأساس، وإحنا بنشوف عدد الناس اللي بيصدر فيهم أحكام. طبعا الجرائم المكتوبة على الورق جرائم جنائية، ومكتوب أنهم شاركوا في اغتيال النائب العام أو شاركوا في كذا، ولكن أوراق القضية بتقول أنه كتير منهم كان مختفي قسريا في وقت وقوع الحوادث، كتير منهم تعرض للتعذيب، كتير منهم انتزع منه شهادات امام شاشات التلفزيون، وده اللي ثبت بعد ذلك ان هو ملوش اي علاقه من الصحه، زي ما حصل مع اخواتنا الاثنين الاردنيين والشاب السوداني والراجل الهولندي كمان اللي طلعوه كان ناقص يعترف بالعربي. في ظل هذه السيطره الكامله للسلطه التنفيذيه على مرفق القضاء والعداله، نطالب بوقف عقوبه الاعدام الان الان وليس غدا. لكن أفهمني، هل الحقوقيين المصريين عايزين يوقفوا عقوبة الإعدام الآن ولا عايزين يوقفوها نظرا أن مصر واحدة من 58 دولة فقط لسه بتستخدم عقوبة الإعدام؟ هل في هدف أيضا لإيقافها في المطلق، ولا إحنا دلوقتي بنتكلم بشكل مبدئي وقفوها الآن يا جماعة إلى حين الوصول إلى المحاكمات العادلة وإلى آخره؟ الحوثيين المصريين بيتكلموا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المصري، ولكن زي ما احنا شايفين ما عندناش برلمان أصلا، ما عندناش أي حاجة خالص، فبينفع يتخذ قرار سياسي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام. الموضوع بسيطة، المحكمة أعدمت بس السلطة السياسية. بس في نفس الوقت المجتمع نفسه يا محمد زي ما احنا ما شايفين في القضية دي، هو الطفل ما عندوش أقل من 18 سنة وملوش ان هو ياخد عقوبة إعدام، لكن المجتمع بيطالب بيها، فالمجتمع ممكن يكون عنده مشكلة أكتر من الإرادة السياسية اللي أنت بتحكي عنها. والمجتمع كان ضد قانون الخلع، وقانون الخلع اتطبق. والمجتمع كان ضد قانون المرور عشان الناس ما تحطش الحزام، وقانون المرور اتطبق وناس حطت الحزام بالمناسبة. والقوانين بتتوضع يعني في طريقتين لوضع القانون، المجتمع يفرز قانون فيطبق عليه، أو المجتمع يكون عنده سلوك غير صحيح فيفرض عليه قانون لتقويم هذا السلوك. يعني فكرة أن المجتمع رافض فمش هنقدر نطبق القانون مش حقيقي، المجتمع كله كان رافض الخلع، المجتمع كله الآن بيرفض تطبيق قانون تجريم الختان، ولكن مع ذلك بنحرز تقدم كبير في تطبيق القانون وبتقل حالات ختان الإناث بشكل واضح. ففكرة أصل المجتمع مش هيقبل، أصل الناس عايزين يعدموا حد، ما هو ده بيحصل يعني عادي، عادي المجتمع بيرفض وعادي القانون بيتطبق على هذا المجتمع إذا كان هناك برلمان حقيقي معبر عن المجتمع، وإذا كان هناك وسائل إعلامية حقيقية بيديرها مجموعة من الإعلاميين اللي بيمتهنوا الإعلام، مش بيشتغلوا على التليفون زي حواله يعني المحاولتين اللي في السنترال. يعني هيكون في تغيير في المجتمع، وهنقدر نمرر قوانين بتحافظ على النسيج الاجتماعي، بتحافظ على حياه الناس وبتحافظ على الحياه. يعني انا مش قادر اتخيل انه، خلينا نضرب مثل بسيط، من اسبوعين الصدفه انقذت 3 من حبل الاعدام، انه اتقبض على واحد فاعترف بجريمه كان هيتنفس حكم الاعدام فيها في حد تاني، وتدخل النائب العام وقدم مذكره وقفض تنفيذ حكم الاعدام، والثلاثة خرجوا براءة. تم اتهامهم بقتل سواق التوك توك. بالظبط، ازاي احنا القضايا زي دي بتعدي قدام مننا كده كانها خبر. وعندنا التاريخ المصري في الصحافه في العديد من الامثله اللي بعد ما تنفذ حكم الاعدام ظهر الجناه الحقيقيين ومرتكب الجرائم الحقيقيين. فمنظومة عدالة بهذا الاهتراء ما ينفعش نطبق فيه حكم الإعدام أصلا. بنشكرك محمد عادل سليمان المحامي والباحث الحقوقي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شرفتنا يا محمد، شكرا لكم.